السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. قبل ما نبداو نصلوا على نبينا كالعاده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. درتوا اللايك ولا مازال؟ يلا ديروا اللايك باش نكمل الفيديو ديالي. لا لا لا، كنضحك معاكم باللايك ومن غير لايك انا كنموت عليكم وكنحماق عليكم وغادي ندير لكم الفيديو غير كنت ضاحكه معكم. حتى اللي ما عجبوش وباغي يدير ليا ديسلايك ماشي مشكل، دير ديسلايك، حتى الديسلايك راه تفاعل. ولكن الناس اللي كيبغوني يديروا ليا اللايك يلا. كيف ما كتشوفوا طلع في الفيديو غير بوحديتي، احمد عنده بطوله. المهم اليوم غادي نشارك معكم واحد التعليق تكرر شحال من مره، والحاجه اللي كتكرر شحال من مره كتدخل لك الشك. المهم نتوما غادي تقولوا لي وائلها، حنا كنتسناو الجديد، كنتسناو التحضيرات ديال السفر، كنتسناو شي حاجه فيها الحركه، وانت مازال غادي تعاود لينا هذا الخبر ديالك. غادي نقول لكم صبروا معايا، تحضيرات السفر مازال ما بديتش فيهم. والصراحه الفيديوهات اللي فيهم الحركه ما نقدرش نديرهم، عندنا الموت ديال الصد. اختكم ما كتستحملش الصد والحراره، كنولي جالسه وبحال الا راني بدلت بزاف ديال المجهود وانا غير جالسه، ما كنقدرش على الصد. والحمد لله اللي جات من عند سيدي ربي مرحبا بها، ولكن انا ما كنقدرش على الصد. في الشتاء كتلقاو اختكم كلها حيويه ونشاط في الوقت ديال الشتاء، ولكن ملي كيكون الصد والحراره كاين واحد الصد مقبول وكاين واحد الصد اللي كيكون صعيب. هنايا جاني الصد صعيب ف ما كنقدرش عليه. المهم ما نكثرش لكم في الموضوع ديال الصد، ندوزو مباشره للموضوع اللي بغيتكم فيه. صراحه ما كرهتش ان احمد يكون معايا في هذا الموضوع. المهم مؤخرا واحد التعليق كيف ما قلت لكم تكرر عندي بزاف في القناه، وكيتكرر من مصريين ماشي مغاربه. غالبا التعليقات اللي كتجيني من المصريين كتكون تعليقات كيوت زوينه بحالهم، كيكون زوينين في التعليقات ديالهم، ما كنلقاش بزاف هجوم منهم. ولكن هذا التعليق هذا جاني اكثر من مره، وما عرفتش واش هو نفس الشخص اللي كيكتب لي داك التعليق ولا اشخاص مختلفه، ما عرفتش. المهم جاني في اخر فيديو اللي حطيت على الاجراءات اللي دازوا في القنصليه، وفي الفيديو اللي كنا جاوبناكم فيه على الاسئله ديالكم، فاش قلت لكم انني ما فكرتش مزيان فاش خديت قرار انني نتغرب على البلاد، ان قرار الغربه ندمت عليه. وكيف ما قلت لكم في اخر فيديو فاش احمد قال لي ملي غادي نمشي للمغرب غادي نتوحش الاهل ديالي وكذا، فقلت ليه كوكتي بلاصتي شنو غادي دير انت الا غادي تخليهم شهرين، اما انايا راه كنخليهم بالسنوات. قلت ليه انا الغربه ديالي او الوحش ديالي كيكون اصعب. انا ماشي درت الفيديو باش انني نجاوبها، لا، هي غير اعطاتني فكره ديال الفيديو، ومن هاني تنستشركم على داك المحتوى ديال التعليق. بما انه هي ما اصلا ما جرحتنيش بكلامها، ما انتقدتنيش بطريقه خايبه، جاني التعليق عادي، هو فيه شويه ديال الحديه ولكن بالنسبه ليا عادي، فانا ما دايراش باش نجاوبها، انا كناخذ رايكم في نفس الوقت غادي نعطي واحد الفكره، واحد النصيحه، واحد الوجهه النظر. المهم التعليق هذا باسم رجل ولكن ممكن تكون سيده، لان بزاف ديال السيدات كيديروا الحسابات ديالهم بالاسماء ديال الازواج ديالهم او الابناء ديالهم، فممكن تكون اخت ماشي اخ. المهم في التعليق قالت لي او قال لي شايفه راسك بزاف على الرجل، شايفه نفسك قوي، وكتأنبي فيه على الجلوس ديالك في مصر، بلادك هي بلاد راجلك. قالت لي يا حبيبتي كنظن انها سيده، بوسي ايدك وش وظهر، الا جلستي عمرك كله ما كانش غادي يجيك راجل بالاخلاق العاليه بحاله وبني ناس. كنقول لك هذه الهضره لانك دائما محسانه انك اعلى منه، انك متنازله ومضحيه للوجود ديالك في مصر. المهم انا قلت لكم المحتوى ديال التعليق بالدارجه ديالنا باش يوصلكم. واحد النص بعدا في هذا التعليق هذا صحيح، انا الحمد لله كنبوس ايدي وش وظهر ان الله رزقني باحمد فيه كاع الاخلاق
اللي تتمناها اي وحده في الزوج ديالها. هاد الحاجه هادي مفروغ منها الحمد لله. كنحمد الله على هاد النعمه هادي، وقلتها لكم ديجا في واحد الفيديو، نفس الفيديو اللي كان جاني فيه هاد التعليق هذا. ولكن في نفس الوقت حتى احمد وياريت كان معايا حتى هو يا كيبوس ايدو وش وظهر، حيت انا في الحياه ديالو، حيت حتى هو كيشوفني انني اضافه للحياه ديالو، انني حاجه زوينه في الحياه ديالو. المهم ما غاديش نهضر على عليا انايا، فداك الاحساس راه متبادل. احمد كيف ما قلت لكم ونعم الرجل، وحتى نتوما بزاف منكم لمس هاد الحاجه فيه من خلال الفيديوهات. فهاد القضيه هذه مفروغ منها الحمد لله. اما من ناحيه انني كنت تعالى او انني كنشوف راسي عليه، ما عمرني حسيت انني كنت تعالى وانا كنهضر في الفيديوهات، حتى في الحياه العاديه ما عمرني حسيت انني كنت تعالى عليه. نتوما قولوا لي فاش كنكون انا واحمد كنديروا فيديو، واش كنبان لكم انني متعاليه وهزاني في السماء حيت خليت بلادي وجيت معاه؟ فانتوما قولوا لي شنو الراي ديالكم. الحاجه او الفكره اللي بغيت نقول لكم من ناحيه التضحيه، فعلا انا ضحيت. هذه انا ما متفقاش مع صاحبه الرساله فيها، انا فعلا ضحيت وخليت بلادي اللي تربيت فيها اللي مشت فيها غير كل حاجه زوينه، خليت الاهل ديالي ماما وبابا وخوتي اللي ندور العالم كله نعاشر ناس كيف ما بغاو يكونوا، مع عمرهم غادي تعوضوا. والديا بالنسبه لي حاجه كبيره، والشوفه فيهم حاجه كبيره، ولا دازت الايام وما شفتهمش راه دائما كنحس بلي شي حاجه ناقصاني. فبالنسبه لي نخلي الاهل ديالي ونمشي مع راجلي لواحد البلد، راه هذه تضحيه. خليت كذلك الخدمه ديالي، فهذه تضحيه. انا كنعتبر نفسي مضحيه، وكون كان احمد جالس حدايا حتى هو غادي يقول لكم فعلا الهام ضحات باش تكون معايا. وحتى الناس اللي سمعوني بقلبهم في الفيديو ديال الاسئله غادي يحسوا انني فعلا ضحيت. هادو هما الحوايج اللي كنحس براسي انني ضحيت، خاصه التضحيه ديال انك تخلي والديك. الخدمه ماشي مشكل، نقولوا داك الشيء اللي هو مادي كياني كيف ما قلت لكم كيتعوض. احمد يستاهل انني نخلي اي حاجه على قبله. البلد كنتوحشوها وديما في القلب ديالنا، حتى هي نقدروا نصبروا فيها، ولكن الوالدين كتجي حاجه صعيبه اننا نبعدوا عليهم. هاد القضيه ديال انني مضحيه، اي وحده ماشي غير انا بوحديتي، اي وحده خلات البلد ديالها وخلات والديها ومشات اختارت انها تعيش بجن واحد الشخص، راها كتسمى ضحات، وخص داك الشخص يحطها في دماغه ويحطها في راسه ويعرف ويقدر ديك التضحيه. واخا تكون ما تزوجاتش زواج مختلط، واخا تكون متزوجه ولد بلادها وهي في الاصل قريبه للاهل ديالها، وبالنسبه لها البعد عنهم راه شي حاجه صعيبه، ولكن انت نهار تعرفتي عليها او نهار خطبتيها وطلبتي يدها وقلتي لها راه غادي نديك معايا لواحد البلاد وغادي نعيشوا بعاد على الوالدين، وهي فكرت واختارت انها تعيش معاك في بلاد بعيده على الوالدين ديالها، راه هذيك السيده راها كتسمى ضحات بواحد الحاجه اللي هي كبيره بالنسبه لها. ممكن الرجال ما كيحسوش بهذه القضيه هذه، لان كنقولوا الرجل بحال الفاس فين ما مشى يحفر. الرجل اصلا التكوين ديالو انه منطلق، ممكن يمشي لاي بلاصه ويعيش فيها عادي، ما كتكونش عنده ديك الارتباط بزاف بالوالدين ديالو، لانه هو تقريبا من صغره وهو كينطلق، من صغره وهو يا كيخرج. حتى ملي كنكونوا بنت وولد في الدار كنخليو الولد يخرج، ممكن يتعطل، ممكن يبات عند صحابه، ممكن يسافر، البنت دائما كتبقى قريبه للاهل ديالها. فالرجل بالنسبه لي عادي انه يهاجر يبعد، ولكن المراه مهما كانت خدامه قبل الزواج، مهما كانت كتخرج، ولكن دائما كتكون مرتبطه بالاهل ديالها. اي وحده اختارت انها تكمل حياتها مع واحد الانسان بعيد على الاهل ديالها، بالنسبه ليا انها ضحات. وهذاك الشخص كيف ما قلت لكم لازم يكون حاطه في باله ان هذيك تضحيه. الا ما كانش حط في باله ان هذيك تضحيه، حاولي تحطيها ليه في باله، حاولي تلفتي ليه النظر ديالو. ملي كان دابا كيسمعوني خوتي الرجال
مرتك اللي هي مغربة معاك، سواء انت كنتي من نفس الجنسية او كانوا جنسيتين مختلفتين، فهذيك السيدة راها ولات امانة عندك، خلات دارهم ومشات معاك، يعني راها ضحات بواحد الحاجة اللي هي الميزان ديالها تقيل بزاف. كنتمنى الفكرة تكون وصلت، واللي كنت كنتمناه اكثر هو ان احمد يكون معايا في هذا الموضوع، لان الرجل ملي كيسمع من الرجل كيقتنع اكثر. احمد بالنسبه ليه ان الوحده الا خلات الوالدين ديالها ومشات مع الزوج ديالها لواحد البلاد، بالنسبه ليه هو مقدر وعارف انها تضحيه، وتضحيه كبيره، لانه هو كيعرف بحق الوالدين. ممكن ما يكونش كيعرف بحق الغربه عامه، ولكن بحق ان الوحده تكون بعيده على والدها هو عارفه انها تضحيه. الوحده ممكن تمرض واخا يكون الناس مزيانين معاك وكل شيء قراب ليك وقراب لقلبك، ولكن كتحتاجي الوالدين وكتكوني مطمئنه الا كانوا والديك قراب ليك. الوحده ممكن يقع لها مشاكل، الوحده دائما كتخيل الا كاينه شي مشكله لا قدر الله بينها وبين الزوج ديالها، كتفكر وكتقول فين غادي نمشي وعند من غادي نمشي وشكون اللي غادي يجي عندي وشكون اللي غادي يواسيني في حاله كانت شي مشكله اللي هي كبيره، لان عقل الانسان دائما كيكون هاني وكيطيحوا عليه شي افكار. وارد اي وحده توقع في شي مشكل كبير، انا ما كنهضرش على المشاكل الزوجيه العاديه اللي ممكن يحلوها بيناتهم عادي، اصلا حنايا تربينا على ان الزوج والزوجه وقعوا في مشاكل راهم كيحلوهم، من الاحسن يحلهم بيناتهم حتى حد ما يعرف المخبر. ولكن بعض المرات كيكونوا مشاكل اللي هي كبيره اللي كتحتاج ان الزوجه توقف وانها تلقى شي حد معاها في ظهرها، فدائما الزوجه كتكون كتفكر في هذه القضيه هذه. فهاد الوالدين بالنسبه لها كيكونوا هما الامان. فاحمد كما قلت لكم مقدر هذه القضيه هذه، وهذه القضيه هذه ديال ان الزوج يكون متفهم ان البعد ديال الزوجه ديالو على الاهل ديالها راها تضحيه، كتكون عامل من العوامل ديال نجاح الزواج المختلط والزواج ديال جوج ديال الناس قرروا انهم يعيشوا بعاد، انهم يتغربوا. الا كان الزوج ديالك معتبر انها تضحيه غادي يتفهمك في بزاف ديال ردود الافعال ديالك وانتي في الغربه، غادي تفهم بزاف ديال الحوايج، واي حاجه صدرت منك غادي يقول بعيده على الاهل ديالها، اي في اي مشكله بيناتكم غادي يحط بين عينيه انه ما عندك حتى شي حد في ديك البلاد، اي حاجه صدرت منك غادي يعذرك، غادي يقول ممكن النفسيه ديالها متاثره حيت بعيده على الوالدين ديالها. يعني دائما كيكونوا اعذار من داك الزوج لانه مقدر ومتفهم وعارف المعنى ديال ان الواحد يبعد على الاهل ديالو. غادي تقدر انت خويا مغربي ولا مهم واخد من نفس الجنسيه ولكن بجوج بكم متغربين، غتقول لي وراه حتى انايا متغرب، وانا غادي نقول لك انت نهار تغربتي على قبل واحد الحاجه انك مثلا تعيش الحياه الكريمه، ولكن ما تغربتيش على قبل واحد السيده، لكن هي غادي تكون تغربات على قبلك، لانه هي من غيرك ممكن ما كانش كتفكر في الغربه، ما كانش حاطه في راسها انها غادي تبعد على الاهل ديالها. هذه حاجه. ثاني حاجه كيف ما قلت لكم التركيبه ديال الرجل انه منطلق، برغم ان النساء راه عندهم واحد القدره رهيبه في انهم يندمجوا في واحد المجتمع الا حطت الفكره في راسها راه كتطبقها، ولكن دائما كتغلب عليها العاطفه العكس ديال الرجل. هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل لكم، بما ان هذا التعليق هذا فكرني في الموضوع، والله العظيم الا كنت كنتمنى ان احمد يكون معايا في هذا الموضوع هذا، لانه هو عنده بزاف ما يقول. دائما انا وياه كنتناقشوا في هذا الموضوع هذا، وهو دائما مقتنع بواحد الفكره ان الزوج الا خد الزوجه ديالو من الاهل ديالها وداها لواحد المكان بعيد عليهم، تغربت عليهم في مكان ما عندهاش حتى شي حد، خصو يكون ليها كل شيء، خصو يكون ليها الوطن، خصو يكون ليها الاهل، خصو يكون ليها الاصدقاء، خصو يكون ليها كل حاجه هي محتاجها، لان هو ولا الوطن ديالها. هذا كينطبق بزاف على الزواج المختلط، وكيف ما قلت لكم هذا عامل من عوامل ديال نجاح الزواج المختلط. انا الصراحه شحال من مره كنبغي ندير لكم فيديو على تجربتنا انا واحمد، نقول لكم شنو الحوايج اللي خلونا نتخطاو الصعوبات او المشاكل ديال الزواج المختلط، ولكن
كنسى. وان شاء الله قريبا ندير لكم الفيديو. هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل لكم. الا كانوا كتشوفوني خوتي رجال، كنبغي نقول لكم المراه دائما كتبغي اللي يحتويها ويكون لها كل شيء مني كي تكون بعيده على الاهل ديالها. وكنقول لخواتاتي الا كان زوج ديالك ما عندوش هذه الفكره هذه، حاولي توصليها ليه بلاتي هي احسن. طبعا دائما عرفيه ان الغربه ديالك على الاهل ديالك والبلد ديالك شي حاجه ماشي سهله، انك تصدر منك افعال ممكن حيت متاثره بالغياب ديال الاهل ديالك. دائما فهميه، تواصلي معاه، هو ممكن يكون ما على بالوش، عادي بالنسبه ليه، حيت الانسان بعض المرات الحاجه اللي كيحس بها هي اللي كتكون بالنسبه ليه حاجه اللي ممكن الاخرين يكونوا كيحسوا بها. يعني صعيب انك توصل الاحساس ديالك بلا ما تهضر. كاين ناس كيفهموا بالهضره، حيت حنا ننسى كنقولوا علاش هو ما يفهمهاش، وعلاش هو ما يعرفهاش بوحده، وعلاش هو ما يحسش بيا. الانسان اللي قدامك ممكن في حياته بزاف ديال المشاغل، بزاف ديال الضغوطات، ممكن الزوج ديالك يجي عيان، ما عندوش يعني الا كان عنده شي وقت ديال الراحه كيبغي يرتاح ويستجم، ما غاديش يفكر هو بداك الطريقه ديالنا حنايا النساء. فما فيها باس انك توصلي ليه الاحساس ديالك بالهضره، هضري وعبري وقولي، ما تسنيش انه هو من نفسه يفهم، لان احنا ممكن تكون عندنا ديك الملكه، ولكن الرجال على حسب انا التجارب ديال الناس، الرجال كيفهموا بالكلام بالملموس، لكن داكشي ديال يحس بيا ويقدرني بالنسبه ليا لا، بالملموس. يعني الا عندك شي حاجه قوليها ليه نيشان، ودائما بطريقه زوينه وبالتي هي احسن. هادشي اللي بغيت نقول لكم في الفيديو ديالي، وداك الجزء ديال انني كنتعالى على احمد او انني كنشوف راسي عليه ولا ما عرفت شنو، صراحة ما عنديش هاد القضية في القاموس ديالي نهائيا. بالعكس دائما الا كنتو كتلاحظوا كنقول لكم بلي احمد راه احسن مني في بزاف ديال الحوايج. انسانيا هو فايتني بزاف، شخص لبق ومتكلم، يعني يوقف ويهضر مع الواحد ياكلو بالهضرة. انا اختكم ما كتعرفش تهضر بديك اللباقة ديالو، هو يعني فايتني فيه بزاف ديال الحوايج، الميزات اللي هما احسن مني. فبصراحة عمرني زعما شفت نفسي عليه كيف ما قالت صاحبة او صاحب التعليق. هادشي اللي كاين. بلا ما نزيد نطول عليكم، كنتمنى تصبروا عليا. الفيديوهات ديالي كلهم دابا ولا وانا جالسه ما كنقدرش الصراحه نتحرك، تقولوا لي لا باقا صغيره، كنقول لكم راه الصد الصد كيقهرني. فكل الفيديوهات وانا جالسه نقدر ملي يقرب الوقت ديال السفر نبدا نتحرك ونصبر. وديك الساعه اصلا كتكون عندك واحد الطاقه، واحد الحاجه كتدافع انك تتحركي وما تحسيش تولي طايره، تكون الصاد ولا تكون العافيه، غادي تكوني انت في قمه السعاده وانت كتوجدي باش تمشي. لكن دابا مازال الوقت، فمازال ما بديتش التحضيرات ديال السفر. المهم قبلوا عليا، ان شاء الله نحاول الفيديو الجاي يكون فيه شويه الحركه، نقدر ندخلكم معايا الكوزينه. قولوا لي شكون اللي توحش الفيديوهات ديال الكوزينه. المهم تهلاو ليا في ريوسكم، ما تنساوش لي جيم ولي كومونتير، اللي باقي ما اشتركوش في القناه يشتركوا ويفعلوا الجرس. والسلام عليكم.